البصل يا جماعه النهارده ب 30 جنيه. خد يا باشا حبيب ادي فاتوره البصل اهي والبطاطس. تمام شكرتين بطاطس وشكرتين بصل ب 4000 وكام؟ شكرتين بطاطس وشكرتين بصل وشكرتين بصل ب 4000 وكام؟ 4505. الفاتوره معاك 505. جميل. قول لي احنا نعمل ايه؟ والله العظيم ما بناخد كل سمك حتى احنا مروحين لعيالنا. تمام. نقعد الوكايل اللي بتبيع لنا غالي. احنا قاعدين في عرصيف ابو من نص الليل ما على حاجه. يعني حضرتك واقف عليك كيلو بصل جمله 28 جنيه. اهو يا باشا ما احنا بنقول اهو احنا بنقول بعيد. تمام. بتاع الوكاله والفاتوره معاك اهي. انا بيعه 30 جنيه اهو. شكرتين بصل وشكرتين طماطم ب 4500. شكرتين بصل وشكرتين بطاطس. تمام. الله المستعان يا حاج. طب قول لنا نعمل ايه؟ احنا ذنبنا بنغلي على الناس يابا. لا لا والله العظيم والله ما بنكسب جنيه. ان شاء الله خير باذن الله. والله ما بنكسب جنيه. ان شاء الله خير يا حاج. لا وعارف يبيع ولا احنا عارفين نشتري نعمل ايه؟ ان شاء الله خير باذن الله. مش عارف ادوس انا داود شكله والله ما عارف ادوس انا داود شكله. عاجبك البلد بتاعتنا اللي احنا شايفينها الحاج جايب يا جماعه البصل يعني البصل النهارده اغلى من التفاح. البصل كان وصل 50 جنيه. ما بنشربش تفاح احنا ندير بالبصل. البصل يا جماعه كان وصل 50 جنيه النهارده ب 30 جنيه. حاجه يا ابني والله والله العظيم ب 30 جنيه يخسر معانا ما يكسب اهو. تمام. الشنطه دي بجنيه نص كيلو شنطه ب 40 جنيه. بس انت حضرتك ما انتش قادر تغلي اكتر من 30 جنيه. هغلي اعمل ايه؟ اروح فين؟ تمام يعني انت شايف اللي عامل هم بعيطوا هم. الزمان بتعيط اهي. الزمان بتعيط وانا بعيط زيهم اهو. الحاج جايب البصل الاحمر يا جماعه ب 28 جنيه جمله. وبيبيع ب 30 جنيه وشايف ان العمليه مش موافقه مع حاجه. روح الواد العرابي يروح لطارق عز يروح لبتوع الوكاله ديت شوفوا هم بيبيعوا لنا ايه كده. قاعدين يقولوا البصل في مصر ب 10 جنيه. ازاي البصل الابيض الجديد هو اللي ب 10. لا ببرد ليه الاحمر بس هو عامه يعني كل الكلام ممكن يطلع في الفاضي والدنيا تبوظ اكتر ما هي عايزه. اللي على ارض الحق اللي على ارض الصح ان انت وانت بتشتري. تمام تمام. لكن الكلام اللي بيتقال ده انا ما بثقش فيه. جميل. اصل هو عمره ما هيجيبه غالي ويدوني ب 10 جنيه. ارطينه يا باشا كده اهو. ما ينفع كله جلد. البصل الجديد ارطينه معور. ايوه ارطينه كده اهوت ويبيعوه اكتر من الزيت. تمام. مين اللي هياخده؟ مين مش هيرضى ياخده؟ البطاطس وانت بكام يا غالي بتبيعها؟ ب 2 ب 25. الاثنين يا جماعه ب 25 جنيه من ارض السوق. ب 30 جنيه يا عم. والله ب 28 جنيه مش عارف. بامر الله. ان شاء الله هيجي. يتكلم معايا بقى وما الا بقى. هو جاي ب 8 نص كيلو نص كيلو بنزين. تمام. بالنسبه للبرتقال. تمام. ب 8 جملي. ب 8 عليك جملي؟ امال ايه؟ يعني بتاخد 2 جنيه؟ اللهم صل على النبي. البنزين مشترك الحاجات دي مصاريف السوق نص جنيه مثلا. يعني العمالة مش جايبة مصاريف. لا بتجيب ان شاء الله. تمام تمام تمام. نص جنيه مصاريف. يعني انت عايز نص شنط والاكياس والعربية والبنزين وفي ارضية. قول جنيه في ارضية. اتفضل يا حاج. ده كل ده بحطوه على الطبليه بتاع الميزان. انت بتدفع عرضيه يا حاج؟ ايوه يا باشا. المكان تدفع عرضيه؟ والله دافع 5 جنيه النهارده عرضيه. ادفع لمجلس المحلي. وانت دافع عرضيه برضك؟ ايه؟ تمام. 5 جنيه بتاع البلديه واخدها دلوقتي. تمام. كل الحاجات دي بتنضاف بتيجي تبص لها طالع لك جنيه في الكيلو. بحطهم على الطبليه كلهم ويوزنوا وزنه واحده، يعني بيوزنوا نص بنص وربع وكالو واثنين كالو. تمام. هم بيوزنوا على الطبليه مره واحده. ما فيش طباط. ما فيش مش طباط خالص. مره واحده على الشاشه. تمام. وبيوتر. ايوه احنا بنوزن بيها على ميدان السنبع. الله المستعان. الله المستعان. البطاطس يا جماعه هي ب 25 والبصل الكيلو ب 30 جنيه. شكرا لك يا حاج وربنا يرزقك ان شاء الله. يا عم الله يصلح حالك. احنا عايزين ناس تعيش بس وخلاص والله. حبيبي احنا عايزين ناس تعيش والله. انا اتمنى فلوس عايز ابيعها الوقت ب 8 جنيه بس. تمام. ايوه والله. تمام تمام. لكن هي جايه عليا اهي. شفت الفاتوره طبعا. تمام. شفت تمام. الفاتوره طب هبيع بايه؟ كلام سليم والله. ما بعرف اخد غير السمكه بروح للعيال. شادي يعني شادي. البياعين اللي في السوق ديت ما ذنبهاش حاجه. احنا ما بنغليش. احنا عايزين في كله بس جنيه واحد. جنيه واحد يكفينا والله. جميل. لكن هم بتوع الوكايل هم اللي عاملين كده مغلين الدنيا. ربنا يحسن صورة ان شاء الله يا حاج وربنا يرزقك. ولا بيجي لي دبل ولا بيجي لي حاجه يا عم. انا حبيب. انا جايب بشوال اهو. الله يرزقك. انت منين يا غالي؟ ها؟ انت منين؟ انا من الانان يا باشا. من الانان نفسي؟ انت احسن ناس يا عم. الله يخليك. واغلى يا ناس. الله يسلمك. حبيبي ماشي يا محمود. لا انا بص انا احترمتك والله. حبيبي ربنا يسلمك. واسال عندك كلها وانت ماشي. ربنا يعزك. فضل نفسك النهارده والله هتكسب ثواب يا اخي. باذن الله. هتكسب ثواب. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعين القناة من داخل مصر وخارج مصر. أهلا بكم يا أحلى وأغلى متابعين. يلا الكل يعمل لايك للقناة
لان القناه مش هتكبر الا بحبكم ودعمكم لينا. وان شاء الله يا جماعه نقدم لحضراتكم تقرير عن اسعار البصل والطماطم والبطاطس. بس بما ان حضرتك فتحت الفيديو اتمنى من حضرتك انك تصلى على النبي محمد وتكتب في التعليق صلى الله عليه وسلم عشان انا وانت والكل يستفاد ببركه الصلاه على النبي محمد. يلا بينا على بركه الله نبدا. السلام عليكم عمدتنا. كل صحه حضرتك طيب يا غالي. طيب يا باشا. البطاطس الحلوه اللي مع حضرتك دي بكام يا غالي الكيلو؟ كيلو ربع ب 10 وفي ب 10. الكيلو ربع ب 10؟ اه. الكيلو ربع دي بطاطس سبونطه ولا بطاطس؟ لا سبونطه جميله والله. اه. دي بطاطس. وقليه جميله. سبونطه ليها جميله. تمام. 10. طبعا يا جماعه مش كل الزارع. دي بطاطس ارض سمراء زرع المنصوره. اسبونطه مش كل الزرع يا جماعه. فلاحي كمان يعني. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. حضرتك الكيلو ربع ب 10؟ كيلو ربع ب 10. وفي الكيلو ب 10؟ في ب 10. مش كل الزرع طبعا. كله. اه على حسب الجوده تمام. ماشي شكرا لك يا غالي. حبيبي. هنشوف اسعار البرنجان برضك يا جماعه اهوت والخيار والبطاطس اللي في مكان ثاني اهوت. البرنجان بكام يا غالي معايا؟ البرنجان يا جماعه الكيلو ب 5 جنيه اهوت. ب 5 جنيه. البرنجان الكيلو ب 5 جنيه بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الخيار بكام يا غالي؟ الخيار يا جماعه الكيلو ب 15 جنيه. بطاطس ب 15. البطاطس دي يا جماعه ال 2 كيلو ب 25 جنيه. ال 2 كيلو ب 25 جنيه. الطماطم بكام يا غالي؟ 7.5 2 ب 15. الطماطم يا جماعه ال 2 ب 15. طبعا يا جماعه الاسعار دي في سوق القطاعي مش في سوق الجمله. الاسعار دي يا جماعه في سوق القطاعي، طبعا في سوق الجمله اقل من كده طبعا. طبعا من فتره كانت الاسعار اكتر من كده. الاسعار يا جماعه كانت اكتر من كده. بس طبعا عشان احنا في الموسم ان شاء الله فالحمد لله الدنيا هاديه وربنا يجعل يا رب الدنيا تفضل هاديه كده على طول عشان الناس تعرف تتحرك ويبقى في بيع وشراء. ايه؟ اه. هنشوف اسعار اللفت يا جماعه اهوت. بردك قربت اللفت يا جماعه بسم الله ما شاء الله تبارك الله ب 5 جنيه يا بلاش يا بلاش يا جماعه. شكرا لك يا غالي. هنمشي منك اعمل حاجه. ربطة الليفت يا جماعة ب 5 جنيه. من قلب السوق. اللي عاوز يحدق، اللي عاوز يعمل ليفت، ربطة الليفت ب 5 جنيه من قلب السوق يا جماعة. يا ريت يا جماعة اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات في الميعاد المحدد. البصل الأحمر يا جماعة القديم اهوت ب 30 جنيه من قلب السوق القطاعي. طبعا كان البصل وصل 40 كان وصل 50. يعني في هدوء اللي فوق هدوء النهارده يا جماعة في أسعار البصل ب 30 جنيه النهارده. بصل 30 جنيه في سوق القطاع يا جماعه ب 30 جنيه. والبصل ده يا حاج ب 10. البصل الاحمر البصل الجريد يا جماعه ب 10 جنيه اهوت. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. البطاطا بكام يا ستوكول؟ كيلو ونص ب 10. البطاطا يا جماعه الكيلو ونص ب 10 من ارض السوق. البطاطس بقى ب 15 كيلو. دي بطاطس سبونطه. البطاطس دي يا جماعه بطاطس سبونطه بطاطس شيبسي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الخيار بكام يا ستوكول؟ الخيار الكيلو ب 15 يا جماعه. الفلفل؟ الفلفل الكيلو ب 15 جنيه. الطماطم يا ستوكول؟ كيلو ربع ب 10؟ ماشي شكرا لك يا حاج. البرتقال يا جماعه الكيلو ب 10 جنيه. ماشي. البرتقال من قلب السوق اهوت الكيلو ب 10 جنيه. ماشي يا غالي. البصل يا جماعه من قلب السوق اهوت النهارده ب 30 جنيه. البصل الاحمر القديم ب 30 جنيه من قلب السوق. وكمان يا عزيزي الشجار احنا زمنا حد تمام تمام احنا والله الشنطه ببلاش. البطاطس 25 البطاطس. البطاطس 2 ب 25 جنيه. ايه؟ انا جايب 28 في الشجار. يا ابني وانا بقول لك يعني حضرتك عاوز تقول ب 28 جمله عليك؟ اي والله. تمام تمام. من المكان هناك اهي والفاتوره اهي. جميل سادم سادم مصدق. البصل يا جماعه النهارده في السوق ب 30 جنيه طبعا في سوق القطاع. البطاطس دي مع كام يا محترم معاك بقى؟ الكد مسؤول يا عم تعالى شوف ده بكام. حبيبي. اهو. البطاطس بكام الاول؟ الفاتوره بس والله انت شايفها الاول. ماشي ماشي حاضر. البطاطس 2 ب 25. تمام.